الجمهورية الجديدة مش مجرد كلام، الجمهورية الجديدة أفعال على أرض الواقع، وإحنا موجودين النهاردة في مدينة الأسمرات عشان ننقل لحضراتكم إزاي الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ثورة 30 يونيو المجيدة حاول وقرر وخطط ونفذ بالفعل على أرض الواقع إن هو ينقل الناس والأهالي والمصريين من الأماكن العشوائية والخطرة للأماكن اللي فعلا آدمية. زي ما حضراتكم شايفين كده، إحنا يعتبر موجودين في كومباوند متكامل الخدمات، كل حاجة موجودة، الملاعب، المسجد، الكنيسة، كل شيء ممكن يحتاجه المواطن هيلاقيه موجود هنا. هو بصراحة أنا شايفة إن دي أحسن خطوة اتعملت بعد الثورة، لأن كانت المنطقة اللي احنا كنا عايشين فيها عشوائيات مش كويسة. يعني هنا في أمن، في أمان، في كل حاجة، لكن هناك كان بجد منطقة عشوائية، كانت ما كناش بنعرف نخرج منها. لا، شايفاها حاجة كويسة بجد جدا عن المكان اللي احنا كنا عايشين فيه الأول. ما كانش في هناك اولا نوادي، هنا متاح لنا نوادي، في متاح لنا امن وامان، حاجه كويسه جدا هنا. انا كنت ساكن في ناحيه عرب يسار كده، وجينا اتنقلت هنا في مدينه الاسمرات من سيد عشا، جينا المدينه هنا في الاسمرات. فرق طبعا شاسع، هناك كانت الحواري صغيره، لكن هنا في شوارع كبيره ومساحات، والدنيا حلوه هنا وجميله وجو حلو ومفيش خنقه هنا خالص. لا، هنا احسن طبعا، هنا النظافه والعيال بتلعب في ملاعب، العيال كويسه هنا الحمد لله وشكر لك رب. احنا كنا في اسطبل عنتر، كنا بنطلع الماء على دماغنا ونطلع ما طالع، ونطلع وبيوت عشوائيه، وكنا قاعدين في اوض، هنا قاعدين في شقه وناس محترمه الحمد لله وشكر لك رب. كان عندنا زباله وقرف وجبال، ونطلع السلالم ننهر. النهارده الحمد لله الدنيا زي الفل، وفلين شغل وتوفر لنا شغل ولقمه عيشنا، اللهم لك الحمد. الله يبارك لك يا ريس، ربنا يخليك لينا، ما تحرمش منك يا رب، ويجعلك تطول لنا الدنيا كلها يا رب. تعالوا دلوقتي بقى نشوف الخدمات كمان اللي بتتقدم للسكان اللي موجودين هنا، لان الموضوع مش مجرد سكن وبس. تعالوا نشوف الحضانه، المصانع، الخدمات المختلفه اللي موجوده في الاسمرات. احنا بنحاول ان يبقى في توازن او تكمله لشخصيه الطفل كلها في جميع النواحي. بنشتغل على الجزء الاكاديمي، في نفس الوقت الجانب النفسي والجانب الترفيهي، كمان بنشتغل على جزء ولي الامر. اغلب المعلمات بيكونوا متدربين يتعاملوا زي مع الطفل وسلوكياته، فاحنا بنشتغل على جميع النواحي. على عكس مثلا في حضانات تانية تكون اهليه ما بتكونش مهتمه بالجزء ده قوي، سواء مثلا بنعمل ورش لاولياء الامور ازاي يتعاملوا مع الاطفال، سلوكيات مش عاجباهم ازاي نعدلها. فكمان بنعمل الجزء الاكاديمي عن طريق اللعب، فبنعمل توازن ما بين الجزئين، لان اولياء الامور مهتمين بالجزء الاكاديمي شويه، فاحنا بنعمل التوازن ده، جزء الترفيهي وجزء التعلم عن طريق اللعب. مبدئيا هو المركز هنا بيقدم الخدمات بتاعته للاطفال من سن 3 سنوات لسن 12 سنه مجانيه. بيجي لي الطفل بيلتحق، بيقدم طلب التحاق بالمركز، وببتدي اطبق عليه اختبار ذكاء، ومن خلال اختبار الذكاء بيطلع التوصيه بتاعه الطفل هو محتاج ايه، وببتدي اسكنه في الاقسام اللي هو محتاج يلتحق بيها. عندي هنا في المركز 5 اقسام: قسم تنمية مهارات، قسم تخاطب، قسم علاج وظيفي، قسم تكامل حسي، قسم صعوبات التعلم. اي قسم الطفل بيبقى محتاج يلتحق بيه بيلتحق بيه من خلال جدول مرتب، وبياخد جلستين في الاسبوع، وكل الخدمات اللي بتتقدم من خلال المركز مجانية. حضرتك المصنع هنا كل العمالة الموجودة منه من اهل الاسمرات. طبعا احنا عملنا فتره تدريبيه للناس الموجوده، اهلناهم ان هم يقعدوا على المكن. الحمد لله اجتزنا هذه المرحله، وهم دلوقتي قادرين ان هم يقعدوا على المكن. الشغل بيتصدر فين؟ بيتصدر لدول اوروبا. بنحاول ان احنا ندعم معاهم ان هم يكونوا كمراحل. بنهتم بالجوده طبعا، بنهتم بالانتاج ان هو يزيد، ان شاء الله اللي جاي بقى افضل. يعني الاول طبعا كنا شغالين مركز رعايه اساسيه، كنا بنقدم كافه الخدمات الطبيه. كان المواطن بيجي يقطع تذكرة بجنيه، بياخد عليها تلقى الكشف في عيادات الباطنة، الأطفال، أيوة، الأسنان، برضو في الحشوات والمعالجات اللي هي الخاصة بالأسنان كلها. عندنا كان متابعة برضو الحوامل من الشهر الأول، وعندنا تنظيم أسرة مازال شغال برضو، وما العيادة بتاعته شغالة في طول أيام السنة. كان عندنا برضو معمل المتوطنة ومعمل أمراض الدم،
كل ده على التذكرة المجني، بخلاف بقى الصيدلية ان هو بيقدر يصرف العلاج المقدم على المكتوب له على التذكرة طبقا لتشخيص الحالة اللي عنده يعني. فلما بدأ موضوع الجائحة بقى وكده، فالمركز عندنا بدأ في العمل ان هو يبقى مركز لقاح من 24 مارس 2021، وما زال مستمر لحد دلوقتي. الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعمل على تطوير حياة كل المصريين، ومشروع زي القضاء على العشوائيات كان حلم ما كانش حد ممكن يصدقه او ان هيجي يوم من الايام ويتحقق، لكن زي ما شفتوا معانا كده الحلم اصبح حقيقة، والناس عايشة في المكان وحالهم اتبدل من حال لحال. سيف محمود لبرنامج كلمة السر.